السلام عليكم. اليوم راحوا الحي تاع الاعمال تاع باب الزوار لنقف على الاشغال تاع الفندق نوفوتيل اللي يقع بجانب فندق سوفيتال، وهذا الفندق اللي تابع المجمع مهري اللي ولي على حسب ما نشوف عنده تقريبا عامين بدون اشغال، عامين هو حابس لا نعلم لماذا. هذه هي، نترككم تتابعون الفيديو وان شاء الله تكون فيها ريبريز للاشغال، عودة الاشغال الى مجاريها، والسلام عليكم. Thank you.